بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي في الإكسل بعنوان تغيير البيانات في شيتات متعددة بمجرد تغييرها في أصل الداتا. الفكرة كلها إن عندنا أكتر من شيت، أكتر من صفحة تحت هي في أصل الداتا دي، في البيانات بتاعتي، وهنا درجات وغياب ومهارات وتقييمات، ويعني عشرات الشيتات كلها مرتبطة بأصل الداتا ده. فطبعا أنا عندي قائمة بأسماء الطلاب أو العملاء أو أي كان يعني البيانات اللي عند حضرتك، وموجودة نفس البيانات هنا ونفس البيانات هنا ونفس البيانات هنا. طيب إحنا يعني في عدلنا أي تعديل في أي مكان هنا في اسم العميل ده مثلا أو الطالب ده، أو أضفنا اللقب له أو أي تعديل، فالمفروض إن أنا هروح أعمل نفس التعديل هنا ونفس التعديل هنا ونفس التعديل في قوائم الفصول ونفس التعديل مش عارف في إيه. كل ده أمر مرهق للغاية. عايزين بمجرد التعديل في أصل الداتا يتم التعديل تلقائيا في كل الشيتات اللي عندي اللي فيها بيانات الناس دي. نعمل الكلام ده إزاي؟ إن شاء الله يعني بطريقة بسيطة خالص وبخطوات سهلة. طبعا الفيديو الحالي هو إجابة عن سؤال وصلنا في التعليقات، لذلك بندعو حضراتكم لكتابة التعليقات. التعليق بتاع حضرتك ده مهم للغاية بالنسبة لنا، لأنه أولا فيه تواصل وتشجيع لنا وتحفيز كده، ثانيا بيكون فيه بعض البيانات، فيه بعض الاستفسارات بتطلع بيها معلومات من خلال هذه الاستفسارات. أنا عندي اقتراحين لعلاج المشكلة دي. طبعا في حلول كتير، الإكسل بيدعوك للتفكير دايما والإبداع، وإن أنت تكون مبتكر كده وتفكر عن في حلول. في حلين سهلين خالص. الحل الأول طبعا احنا هنلغي الأسماء دي من هنا، نحذفها، وكمان من الشيت اللي بعد كده، وكمان من الشيت اللي بعد كده، لأن مش هكتبها يدويا، ماشي. وهروح على كل شيت فيهم وأضغط على أول خلية في البيانات، أول اسم ده، وهقول له يساوي، وأروح على أصل البيانات أضغط عليها كده وأختار أول اسم هنا بس كده وأضغط إنتر. حاليا الخلية دي مكتوب فيها إيه؟ بص كده مكتوب فيها إبراهيم محمود مرسي 1. طب لو ضغطنا كده دبل كليك تحرير الخلية، فيها أصل البيانات البي 3، تمام، بي 3. خلاص نضغط ونسحب دي كده، فهيملى معانا البيانات بتاعتنا. ونعمل نفس الحركة دي في الغياب هنا، هضغط يساوي وهروح على أصل البيانات وأضغط على أول خلية معانا وبعدين إنتر، وأسحب المعادلة دي أو القيمة دي اللي هي يساوي دي. في الحالة دي الخلية دي مش مكتوب فيها القائمة بتاعت الطلاب دول أو العملاء دول أو كده، ده مكتوب فيها يعني عاملة ريفرنس كده لأصل البيانات، أصل الداتا ده. فلو رحت هنا في أصل الداتا ده ورحت عند إبراهيم محمود مرسي 5 ده وغيرت الاسم ده خليته مثلا عاصم، لاحظ إحنا في الصفحة الرئيسية اللي هي أصل البيانات أنا غيرته وخليته إيه؟ عاصم، اللي هو رقم 5. لو رحت عند الدرجات، طبعا الدرجات احنا لسه ما ربطناهاش. طب الغياب اتغير وبقى عاصم اللي هو رقم 5. طب المهارات اتغير وبقى عاصم. طيب عاصم ده هنكتب، هنعدل البيانات بتاعته ونكتب عاصم ابراهيم محمود مرسي مثلا، عاصم انا عدلت وزودت اهو في البيانات اللي هو هنا في اللي هو الطالب رقم 1005. روح كده على الغياب هتلاقي ان تم التعديل مباشرة. روح على المهارات تم التعديل مباشرة. لاحظ، فالطريقة دي يعني معتمدة وبسيطة وسهلة. بنعمل عملية يساوي، علامة يساوي دي الطريقة الأولى أو الفكرة الأولى اللي هنربط بيها يساوي، وبعدين أروح على أصل الداتا وأربط بأول خلية. طبعا أنا عملت يساوي في أول خلية، وبعدين أضغط إنتر، وبعد كده نسحب المعادلة اللي معانا دي، ماشي، أو القيمة دي بس كده. طيب الفكرة التانية ايه؟ لان الفكرة دي بيحصل لها يعني شوية لخبطة، لو انت حذفت صف او مجموعة صفوف او اضفت مجموعة صفوف بيحصل خطأ ريفرنس وكده، ماشي. ولكن لو مش هتحذف صفوف فالدنيا ماشية تمام تمام في التعديلات والكلام ده. طيب الفكرة التانية ايه؟ انا هحذف ده كله. الفكرة التانية اننا نعتمد على كود الطالب في الوصول لبيانات الطالب من خلال دالة في لوك اب. ده تدريب كويس على في لوك اب. هنحذف ده كله سريعا كده، هنفذها مرتين او ثلاثة.
علشان برضو الناس اللي مش متعودة على الفي لوك اب، الفي لوك اب لا غنى عنها لمستخدم الاكسل. طالما هتستخدم برنامج الاكسل يبقى لازم تتعلم الفي لوك اب. في بعض الدول كده بص ده مفتاح بتاع الاكسل، لازم تتعلمها كويس وتتقنها وتفهمها، لانها يعني هي اللي هتخليك تتعامل كويس مع الاكسل. ماشي، ده اصل البيانات طبعا ما حذفناش منه اي شيء. هروح على الدرجات وهروح هنا اول خلية دي واقول له يساوي، ماشي، واكتب في ال كده مثلا، هيطلع لي في لوك اب، اضغط عليها دبل كليك. طبعا عندي اكتر من يعني انتليجنس كده، الفي اللوك اب فاليو القيمه اللي هبحث عنها هي دي اللي هو رقم 1001. روح ابحث عنها فين، يبقى اعمل فاست منقوطه كده التيبل اراي، هروح على اصل البيانات واحدد النطاق البيانات اللي عندي كله سواء بكود الطالب او من غيره مش مشكله، نطاق البيانات كله، كل اللي فيه بيانات اللي انت عايز تبحث عنها. وانا في الحاله بتاعتي عاوز هكتب كود الطالب يطلع لي الاسم، فحدد العمودين دول بس. التيبل بتاعي عباره عن عمودين 1 2، تمام. وبعدين اعمل طبعا هثبت التيبل ده من اف 4 من لوحه المفاتيح، اضغط مره واحده فهتظهر الاس دولار ساين دي، وبعد كده اعمل فاصله منقوطه، ماشي. فبيقول لي رقم العمود طبعا هيكون 2 وفاصلة منقوطة مطابقة تامة يعني 0، وأعمل إغلاق للقوس وأضغط إنتر. فهو تلقائي هيروح يدور على الرقم ده 1001 في نطاق البيانات ده اللي أنا حددته ده، ماشي. هيلاقي إن 1001 قباله في العمود اللي التاني كلمة إبراهيم محمود مرسي 1، فهيروح يديني طبعا النطاق او البيان ده. تسحب كده الخليه دي فيها ايه؟ الخليه دي مش فيها ابراهيم محمود مرسي، الخليه دي فيها المعادله دي اللي هي راحت جابت لي الاسم الطالب او اسم العميل من الجدول البيانات. وبعد كده تغير كده، تعمل سحب واملاء كده، تملأ البيانات دي من نقطه السحب، فهيحصل على كل البيانات. في الحالة دي انت لو غيرت كود طالب، لو غيرت كود طالب او لو غيرت بيانات طالب، فطبعا المعادلة دي شغالة 10/10. طيب نروح كده لأصل البيانات، احنا عندنا هنا عاصم ده اللي هو 1005، نعدل العاصم دي ونخليها اي بيان تاني، نخليها مثلا محمود. كتبت محمود بس، ماشي، اللي هو 1005. لو رحت للدرجات هنا هتكتشف ان طبعا المعادلة راحت دورت على 1005 في نطاق البيانات واكتشفت ان العمود الثاني فيها كلمة محمود. طيب نعدل في لوك اب كمان مرة او نعملها كمان مرة هنا، اكتب يساوي، ممكن نعملها ادراج من هنا، اول ما تكتب في بس ال كده وتختارها بالانجلش طبعا في ال وتختارها، ممكن طبعا من هنا نضغط على اف اكس دي من شريط الصيغه، ماشي. فبيفتح لي الوسيطات بتاعه الداله الفي لوك اب، لوك اب فاليو طبعا هختار ده، والتيبل اري اضغط كده واروح اختار التيبل اري اللي انا عاوزه اللي هو ده من اول هنا لحد هنا، ماشي. وبعدين العمود الثاني، يبقى انا مش محتاج هنا، بيسهل عليا موضوع الفاصله المنقوطه والفاصله، لان في بعض اصدارات الاكسل او الاوفيس بصفه عامه بتستخدم الفاصله المنقوطه، في بعضها بيستخدم الفاصله او حسب اعدادات عندك في الجهاز في الويندوز وكده، ده بيسهل معايا خالص، ماشي. وبعدين بيديني النتيجه كمان هنا، ماشي، تمام، بيديني النتيجه هنا، يعني بتشوف نتيجه الداله قبل ما تعمل موافق. خلاص اداني نفس الفكره دي، يبقى نعمل سحب. وبنفس الفكرة لو عملت تعديل في أصل البيانات هيسمع هنا وهيسمع هنا وهيسمع كمان هنا في التالتة دي اللي هي هنعملها برضو كده بنفس الفكرة، يساوي في لوك اب اختارها بس كده، طبعا ممكن تختارها من الدوال من هنا insert function، ماشي. وتفتح الدالة، انا عاوز اعمل اللوك اب فاليو اللي هو ده، والتيبل اري بتاعي اللي هو ده، احنا ما ثبتناش التيبل اراي، المفروض نضغط اف 4 من لوحه المفاتيح، ايوه. هنا طبعا قال لي لسه في حاجات،
ندخل على وسطات الدالة مرة تانية من هنا. هنا أنا عاوز العمود التاني والمطابقة تامة يعني زيرو، فممكن تكتب false اهوت وتعمل موافق. تمام. طيب هنا المفروض نثبت النطاق، يبقى اروح لاول واحده دي واضغط هنا احدد اللي هو تيبل اري ده، اضغط من هنا كده من المكان ده وتضغط F4 لوحه المفاتيح مره واحده وبعدين انتر وبعدين تسحب المعادله تاني. تعال نشوف كده لو عدلنا في البيانات هيعدل في السما في كل الشيتات ولا لا. انا طبعا هنا ما عندي محمود ده، هنخليها سلمى، خليها بالعربي. تمام اوكي. تعال نروح للدرجات هل اتعدل. طبعا هنا عندنا سلمى، نروح للغياب عندنا هنا سلمى، للمهارات عندنا هنا سلمى، كله تم تعديل في كل الشيتات بمجرد التعديل او التغيير في البيانات الاساسيه، اصل الداتا او اصل البيانات اللي عندي. دي كانت المعلومه اللي حاولت اشارك بها في الفيديو الحالي، وطبعا الاجابه او الاجابه الاجابتين اقترحناهم يعني في الفيديو الحالي للوصول لاننا نعدل في شيتات، طبعا ده يعني عشرات او مئات الشيتات. لو عندك بيانات كتير جدا وفصول كتير جدا وكل شيء فيه بيانات وانت ربطتهم كلهم بالطريقه دي سواء بعلامه يساوي او بالفي لوك اب، بتعرف توصل لكل البيانات وتعمل تعديل عليها كلها بمجرد ان انت بس تغير في شيت واحد فقط. شكرا لمشاهدتكم الطيبه، ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للقناه، اشتراك، واضغط على زر جرس التنبيهات، وما تنساش تشارك الفيديوهات لان ده بيدعمنا كثيرا. شكرا لكم وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.